السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم موضوع بالجراحة او بجراحة الجاسترونتستينال سيستم. يتكلم على السيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيتد اولسر وجاستريك كانسر. في حالة انه عندنا قرحة ماذا تستجيب للعلاج؟ او تحولت القرحة الى سرطان، او اصلا مسبقا صار عندنا سرطان بالمعدة. في هذه الحالة راح نلتجئ الى العلاج الجراحي. فهناك عدة طرق جراحية لعلاج هذه المسألة أو كيفية قطع المعدة، تكون بعدة طرق، لكن اختارت هذه الطريقة كونها بسيطة ومهمة لازم يعرفها الطالب، فراح أبدأ أشرحها. اسم الطريقة نسبة اللي اكتشفها بيلي روث أو الدكتور بيلي روث، فبيلي روث 1 وبيلي روث 2 طبعا على اعتماد على التقنية المستخدمة. فبس قبل ما راح أبدأ راح أجي أشرح الأناتومي بشكل بسيط. عندنا هذا الإسوفيغاس، وراها الستوميك، عندنا البايلوريك ريجن اللي هي أكثر مناطق اللي يصير بيها الألسر وطبعاً الكانسر أيضاً. هنا الدوادينا الاثني عشري والجوجينيوم أو الصائم. طبعاً هنا عندنا البنكرياس، والبنكرياس تفتح عن طريق الأمبول أوف فويتر وتبقي الصارتها الهاضمة داخل الدوادينا حتى يهضم الطعام. إضافة إلى عندنا البايل ايضا راح يمر من هذا الباثواي ايضا ويدخل للدوادينم. البايل يجي من الكومن بايل داكت اللي تجي من الهيباتيك داكت، والسيستيك داكت اللي تجي من جول بلادر. فبهذه الطريقة طبعا عندنا الليفر. فبهذه الطريقة الطعام راح يمر من الستومك للدوادينم بعدين الى الجيجينيوم، طبعا بعدين يكمل مساره ويتعرض للعصارات الهاضمية بالدوادينم. هذا بشكل بسيط الاناتومي. فراح نبدي بالبليروث 1. البليروث 1 كتسمية يسموها غاسترو، أي بمعنى معدة أو معدي، دوادينال أي بمعنى معدي 12، أنستموسيس أي بمعنى فغر أو ربط، يعني ربط المعدة والاثني عشر. طبعا النهاية الطرفية للدوادينم هي مرتبطة بنهاية الطرفية للمعدة، فلذلك يسموه هذا النوع من الاستموسيس end to end، أي نهاية بنهاية. زين، لماذا نستخدم هذه الطريقة أو شنو الأدفانتج المنافع من هذه الطريقة؟ مثل ما تشوفون أنه هذه الطريقة نهاية المعدة مرتبطة بداية الدوادينم هي نفس أو قريبة من الطريقة الطبيعية. طبعا احنا فقط قطعنا هذا الجزء البسيط أو ما يسمى باللور ثيرد أو لور هاف أوف ستومك، يعني جزء من البايلوريك ريجن وجزء من الدوادينم. هذه المنطقة قطعناها لفرض أن هنا أكو كانسر أو أكو ألسر. ففي هذه الحالة الطعام راح يمر بالنورمال فيسيولوجيكال باثوي، أي بالمسار الطبيعي الفسيولوجي إيه. بالتالي راح يكون هضمه طبيعي وراح يتعرض للعصارات الهاضمة وراح تقلل نوتريشنال افكت للمريض، يعني المريض راح يقدر ياخذ نوتريشنز مواد غذائية بشكل نوعا ما طبيعي. إضافة إلى كونها إذا تشوفون أسهل من البليروث 2. طبعا هنا الربط راح يكون عن طريق ستيبلرز او سوتشر، عن طريق غرز او عن طريق كلبسات طبيه. ففي هذه الحاله راح يكون طبعا هنا اسهل بهوايه العمليه، فراح نقول شورت اوبريشن تايم. الشورت اوبريشن تايم فائدته شنو؟ انه راح يتعرض المريض الى اقل عوامل مرضيه، بالتالي الانفكشن راح تقل في هذه الحاله مقارنه بهذه الحاله اللي كونها اقل وقت مستغرب. إضافة إلى أنه في هذه الحالة إحنا ما اقتطعنا البادي بالكامل، body of the stomach، وهو يحتوي على parietal cells اللي هي تنتج intrinsic factor اللي هو يرتبط بالبي 12. فبالتالي هنا أنا فرصة أنه يتعرض المريض لبي 12 deficiency واللي راح يؤدي إلى أنيميا أو ميغالوبلاستيك أنيميا، فهنا راح تكون اقل.
إضافة إلى المريض هنا راح يكون فرصة يتعرض ل دامبينج سيندروم ولوب سيندروم تكون أقل، وراح أشرح هنا بالتفصيل شو معنى دامبينج ولوب سيندروم، لكن فقط عرفوها إنه هذه راح تكون هنا في هذه الحالة أقل فرصة حدوث الدامبينج سيندروم واللوب سيندروم. هذا بما يخص الأدفانتج. الديس أدفانتج طبعا هنا تشوفون ان منطقه الريزكشن او المنطقه اللي قطعناها منطقه صغيره، فلا لو كان السرطان منتشر ولو بجزء قليل المنطقه المجاوره، هنا أنا في هذه الحاله فرصه رجوع المرض راح تكون اكبر، لانه هنا يقول لك ليميتد ريزكشن اريا، طبعا يعني معناته المنطقه المقطعه محدوده، وبالتالي فرصه رجوع المرض راح تكون اكبر. اضافه انه هذه العمليه مو كلش فعاله في علاج الالسرز مالت الدوادينام. ليش؟ لانه نفس المسافه الالسر او الدوادينام راح ايضا يتعرض للجاستريك اسيد الحامض الجاي من المعده، وبالتالي الحامض الجاي من المعده راح يؤدي الى تحول السر جديده في هذا المكان، فبالتالي ري اوكورنس اوف ذا ستيت، يعني سواء الكانسر او الالسر، لكن نستخدمها لانه هي اقل كومبليكيشن، هذا واضح. إضافة إلى الليمف نود هنا راح تكون مقطعة بشكل أقل، فبالتالي أيضا السرطان ممكن يرجع مرة ثانية. وهنا إضافة إلى ذلك طريقة ربط الدواجنوم في هذه الحالة بهذه الطريقة، أو ما يسموه الإموبيلايزيشن أوف دوادينام، يعني طريقة تثبيت الدوادينام راح تؤدي إلى أن الطعام ما راح يقدر يمر بسهولة، راح نوعا ما يصير تضيق بالدوادينام، فالطعام ما راح يمر بسهولة وراح يبقى راكد في المعدة مدة أطول. طبعا هذا بيه بعض الديسكومفورت وبعض المشاكل للمريض. إضافة إلى الليكج، ليكج شنو معناه؟ تسرب المواد او العصارات الهاضمه من مناطق اللي قلت لكم بيها سوتشر او ستيبلرز، من هذه المناطق ممكن يؤدي الى ليكج. طبعا هذا الليكج راح يؤدي الى تهيج او اريتيشن بالمناطق المحيطه، ممكن يؤدي الى بروتينايتس، وهذا مرض خطير، هذه احدى الكومبليكيشنات اللي تظهر بالحالتين، يعني في هذه الحاله ايضا يصير ليكج وفي هذه الحاله ايضا. وهذا فيما يخص البليروث 1، طبعا هي الاكثر مستخدمه من الجراحين واكثر مفضله لكونها اقل وقت في العمليه واسهل، لكن قلت لكم ان فرصه اعاده المرض هنا تكون اكبر، ولذلك وطبعا الدوادين الالسر ليست بذلك الفعاليه، ولذلك نلجأ بالبليروث 2. البليروث 2 هي هنا ما راح اغير شيء بالتسميه، فقط شغله بسيطه، جاسترو المعده هي نفسها، فقط راح اغير هذه جاسترو جوجينيوم، جاسترو جوجينيوم انستموسس، يعني ربط المعده بالصائم، انستموسس ربط. بس هنا ايضا تشوفون هنا مو النهايه الطرفيه اللي ثبتت، جانب او الجزء الجانبي من الجينيوم هو اللي ارتبط بنهايه المعده، وبالتالي شو راح يصير؟ بدل ما نكتب end to end راح نكتب side to end، يعني الجانب في الطرفي للجينيوم بنهاية المعدة side to end. في هذه الرسم الموضحة تشوفون انه كمية الريزكشن او كمية القطع للمعدة هواية بشكل كبير، فقطعنا جزء كبير من المعدة، وبالتالي لو كان عندك سرطان وكان عندك ألسر راح تقطع بشكل نهائي، لنفرض أنه نقول بشكل نهائي بشكل أكثر، يعني مو بدرجة 100%، لكن أكثر من حالة البليروث 1، فهنا القطع يكون أكبر، فبالتالي الأدفانتج possibility of large resection of affected side and less chance of reoccurrence، يعني فرصة إعادة المرض تكون أقل
للبليروث 1، وهذه منفعه جيده للبليروث 2، اضافه الى هي مفضله في علاج الدوادينال ارسر. ليش؟ لانه الدودينيوم ما راح نخليه بهذه الطريقه بعيد عن العصاره الهاضمه، لان الطعام راح يمر بهذه الطريقه بعيد عن العصاره الهاضمه للمعده، فبالتالي راح تنشف في هذه المنطقه من الالسر، لان الحامض من المعده بعد ما راح ياتي عليها، وبالتالي تكون افضل في علاج الدوادينال الالسر. هذا بالنسبه للمنافع الادفانتج من عندها. لكن الديس ادفانتج هنا عندنا ايضا كثيره. اول ديس ادفانتج اللي هو لونج اوبريشن تايم، طبعا اذا تلاحظون انه هي نوعا ما اعقد، يعني النهايه الطرفيه للدوادينوم لازم نسدها بسوتشر او ستيبلرز، اضافه ان هذه المنطقه من المعده لازم نربطها بمنطقه اوسع من الجوجينيوم، فبالتالي الوقت اللي مؤخذ للعمليه راح يكون اطول، وبالتالي فرصة الانفكشن راح تكون اعلى، فلذلك increased chance of infection. هذه اول شغلة ممكن تصير. اضافة الى انه الجوجينيوم بهذه الطريقة معرض الى الحوامض الجاية من المعدة، وهو مو مهيئ لها، وبالتالي ممكن تتحصل عندنا ulcers او peptic ulcer in jejunum. وهذه احد الاعراض المشاكل ايضا اللي تصير. اضافة الى انه اذا تلاحظون هذا المسار اللي رسمته، هذا مو المسار الطبيعي للطعام، not physiological pathway of food. بالتالي راح يصير مشاكل بالنيوتريشن والمريض راح يفقد وزنه، ليش؟ لأن الطعام ما راح يدخل بهذه الطريقة. أول شيء راح يدخل بشكل سريع كون المعدة صغيرة الحجم. فراح يدخل بشكل سريع، راح يجي قبل الجوجينيوم دون طبعا العصارة الهاضمة في هذه الحالة أيضا راح تجي، هي مو راح تجي، راح تجي ليش؟ لأن احنا أصلا بقينا هذا الجانب حتى البنكرياس والبايل او البنكرياتيك جوس والبايل يبقى يمر، لكن راح يمر بشكل اقل وابطا، بالتالي ما راح يلحق على الطعام بشكل كافي، وراح يمر جزء كبير من الطعام دون ان يهضم، وهذه احدى المشاكل في هذه الحاله، بالتالي المريض راح يفقد وزنه. اضافه الى انه راح يتعرض الى ما يسمى بريفلكس جاسترايتس. بتشوفون انه البايل من ده يجي بهذا المسار، امسح التبين بشكل اوضح، البايل من اللي يجي بهذا المسار، طبعا انتم لازم تعرفون انه في هذه الحاله الطبيعيه البايل راح يجي بهذه المنطقه وراح يمر بهذا الشكل، اما هنا راح يمر بهذه الطريقه، فبالتالي ممكن يرجع جزء منه الى المعده، والبايل مثل ما تعرفون ماده قاعديه، وبالتالي اذا جت للمعده والمعده هي وسط حامضي، ايش راح تسوي؟ راح تسوي التهاب او انفلاميشن بالمعده اللي نطلق عليه جاسترايتس، سميناه ريفلكس جاسترايتس لرجوع، ريفلكس معناها راجع، لرجوع البايل الى داخل المعده، بالتالي حصلنا على ريفلكس جاسترايتس، وهذه احدى ايضا المشاكل في هذه الحاله. وايضا نهايه راح يكون عندنا هنا لوب سندروم ودومبينج سندروم. راح بس امسح حتى اوضح اللوب سيندروم والدومبينج سيندروم. مثل ما تشوفون ان الطعام راح يفوت بهذه الطريقة، لكن هذه المنطقة اذا تلاحظون على شكل لوب، على شكل منحني منحني على شكل منحني، صايرة على شكل لوب. فهذا المنحني اللي هي طبعا منحني صار نتيجة لعملية جراحية، هذا المنحني اللوب معرض انه ممكن يدور حول نفسه، بالتالي يصير obstruction او انسداد في هذه المنطقة، ممكن تتداخل جزء من الامعاء مع بعض في هذه المنطقة ويصير obstruction، ممكن جزء من الطعام يفوت ويسد هذه المنطقة، بالتالي نحصل على obstruction، فراح شو يصير عندنا؟ ما يسمى بلوب سندروم. لوب سندروم إذا صار عندنا obstruction شنو المشكلة؟ مثلا ممكن شخص راح يقول لي إذا الطعام ده يفوت من هذا المكان فشنو المشكلة؟ المشكلة إنه العصارة الهاضمة الجاية من البنكرياس،
والعصارة الهاضمة الجاية من البايل ما راح تلقى مكان تطلع تخرج من عنده، راح تكون محصورة في هذه المنطقة، يكون هناك صار أبستراكشن في هذا المكان، فبالتالي راح يرجع المحتويات نحو البنكرياس ويسبب لنا التهاب البنكرياس بنكرياتايتس، وأيضا راح ترجع المحتويات للبايل راح ينسد المسار الصفراوي، بالتالي راح يؤدي إلى تكون جوندس بالمريض أو أبستراكتيف جوندس اللي هو راح يظهر بصفار على المريض، كون البايل ما يقدر يخرج والبيليروبين ما راح يخرج، وبالتالي راح يندفع نحو الكبد وبالتالي راح يزيد البيليروبين بالدم. فهذه مشكلة من المشاكل، وهي طبعا تعتبر emergency في حالة الفالفولاس والانترسيسبشن اللي هو الانحناء، أو إنه يفتر على نفسه نسميه فالفولاس، وإذا داخل مع بعض نسميه انترسيسبشن. في هذه الحالة راح تكون إن شاء الله emergency، يعني ممكن تموت هذا الجزء من الأمعاء، فلازم نعالجه بشكل طارئ. أما الدومبينج سيندروم، الدومبينج سيندروم هو شنو؟ إنه الطعام ده يجي يمر بشكل سريع جدا، لكون المعدة صغيرة في الحجم فده يمر بشكل سريع جدا دون أن يهضم، والسكريات ما راح تهضم بشكل كافي بالتالي ما راح تمتص، فبالتالي ايش راح يصير عندك في المريض؟ راح يتعاني من حالة هايبوغلاسيميا، قلة السكر في الدم، بالتالي راح يصير عنده ديزينس، مشاكل الهايبوغلاسيميا. فهذه إحدى الأعراض، إضافة إلى أنه هذا السكر البيمر، طبعا مثل ما تعرفون أنه جزيئات السكر لها القابلية على امتصاص الماء، وبالتالي المريض راح يفقد جزء من سوائل جسمه أيضا داخل الأمعاء، وهذه السوائل المتجمعة هنا ويا الطعام راح تؤدي إلى يكون الطعام سائل جدا، وراح يعاني من حالات إسهال مزمنة أو دياريا نتيجة لهذا الشيء. فهذه الدومبينج سيندروم واللوب سيندروم، وهذا كل ما عندي اليوم بالنسبة للبيروث 1 وبيروث 2، وإن شاء الله تكون المحاضرة عجبتكم، وشكرا لاستماعكم.